تاني. ليه هو في عملية تانية؟ لا بس احنا هننقل بضاعتنا لمخازننا، وطبعا الداخلية وسيف هيبقوا مفتحين عينيهم قوي، واكيد هما الاتنين هيراقبوا الطريق الشرقي كله. واحنا طبعا مش هننقل من هناك. الله ينور يا يحيى. امال هننقل منين؟ احنا هنرجع لطريقة زمان، ايام الشغل ما كان على رواقه، ايام الخير. من متى اتفاق العمده بينحل يا وفيق؟ هو ايه اللي حصل يا عمده؟ لا والله كانك مش دريان. انا مش جايله لك يا راجل تقول لمسعد يشيل الانتخابات من دماغه ويبعد عن الخبل ده. وانا خدت بكلامي وكلمته بدل المره اتنين وتلاته، بس هو راكب دماغه. يبقى تكسرها له بدل ما يركبكم معاها، يبقى حتة عيل صغار ممشيك وعيلة ملهاش كبير. عيب الكلام ده حاجي زينة، ما يصحش الحديث ده مع الرسول إلى البلاد. بقول ايه؟ طرطق لي ودانك يا حاج وفيق. نيابة المجلس دي اللي هي أنا، مش لحد غيري أبدا. الذوق هاخدها، العافية هاخدها. فأنا بقول يعني بدل ما تقفوا قدام قطر العطارين، أنا خايف عليكم لا يفرمكم. أنت بتهددني يا عبد الحميد؟ الصراحة يا جماعة صلوا على النبي، كل شيء يتحل بالتراضي. مفيش تراضي يا معتصم، مسعد مش راضي. قلت له محصوله أول محصول هيتباع، وكلمته هتمشي على العوائل كلها، لكن مفيش فايدة، مش راضي. مسعد ما بيترشيش يا عبدة ولا يمشي مع نظامي. بس احنا وصلنا انك متفق مع مسعد يابا، وادي في جارة وبتسنده عشان يكسب في الانتخابات. وصلك من مين يا إمام؟ خلاص بقيت تحط غربان على بيوتنا عشان توصلك أخبارنا؟ ما ترد يا بنت المحمدي، قاعدة هنا مع العطارين ونصباني معك كده. أها أديك وجعت بلسانك. مش عيب ولا حرام إن احنا نخش الانتخابات يا عمدة؟ في إيه؟ هما العطارين عايزين إيه تاني؟ مش كفاية عليكم العمودية؟ عايزين كمان البرلمان. الله هو أكبر، صح إنك راجل حسودي وقلبك أسود. قول قول، أتريست قلبك مغبر ولا أنتوش ناسين اللي حصل زمان؟ ولا أنتوا نسيتوا يا عمدة؟ شوف يا الجزيرة، احنا هنكمل في الانتخابات، وانتوا لو الناس عايزينكم ويحبوكوا هينتخبوكوا، غير كده ما عنديش كلام تاني. خلاص ده اخر قولك يا حاج وفي، وما عنديش كلام تاني يا عبد الحميد. يبقى تتفضل بالسلامه من غير ما تروت، وما اشوفش وش حد منكم احنا عندنا في الدوار تاني. ويكون في علمك عيله المحمدي كلها ملهاش عندي مظالم ولا ليها حمايه، اما المجلس هناخده غصبا عن عين التخين. واضحك براحتك كده بقى، ان شاء الله تقدري تبداي. خلاص قصدك نبدا؟ انا كان نفسي ابدا معاكي الشغل من اول يوم في المجموعه، وانا حاسه اني عايزه اشتغل، بس انا راجعه من سفر تعبانه ومحتاجه ارتاح شويه كده، وبعدين حابه انزل اشوف في ايه. وانا مش قلقانه عليكي، انت قدها وقدود. ما تشيليش هم خالص يا ماما، حضرتك ارتاحي زي ما انت عايزه، المهم تبقي كويسه. وبعدين تبقي تيجي تنوري مكتبك وقت ما تحبي. سيبك من الموضوع ده بقى، ممكن تقولي لي مالك؟ مالي فيا ايه؟ فيكي حاجه متغيره من ساعه ما رجعتي، كأن حاجه شغله بالك، بتفكري في حاجه ومش لاقيه لها حل. عارفه حبيبتي، ابوكي الله يرحمه كان هو الوحيد اللي بيعرفني حتى من غير ما اتكلم. بس ما تقلقيش انا كويسه، مفيش حاجة. طيب يا ماما، هسيب حضرتك براحتك، وهقوم أنا بقى أشوف اللي ورايا. ما تقلقيش كل حاجة هتبقى كويسة. عن إذن حضرتك. خلصي اللي وراكي بقى. أوكي. رودي ازيك؟ مالك في ايه؟ انا عن نفسي ماليش، محتاج افهم انت اللي مالك، ما بتردش، مختفي. اظن ان انا من حق افهم.
طفريش بقى يا رودي، كل الحكايه ان انا مسحول مع باباكي في الشغل، حتى اساليه. طب ما تعتبرني جزء من الشغل ده زي ما كنت بتعتبر زمان عشان توصل لسيف فيلا عزاز، ولا خلاص وصلت اللي انت عايزه ورودي ما بقاش ليها لازمه؟ ايه 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 الكلام الجديد اللي انت بتقوليه ده؟ مالك في ايه؟ فين الواضح ان انا كنت السكه اللي انت مشيت فيها عشان توصل لسيف فيلا عزازي؟ انت عايزه يا رودي؟ عاوزاك تفهم كويس قوي انا بقى مين. تعرف كمان زي ما انا كنت السكه اللي توديك، اقدر كمان ابقى السكه اللي ترجعك، وخسران كل حاجه. ده تهديد بقى. بقى انت سيبني مستنيك جوه لوحدي وقاعد تحبني هنا؟ ده كلام يوسف بيه. كلم بيقول لك حب. منور. منورك يا ريس. انت عايز حد؟ حد يا سلمى؟ هو في حد عندي اهم من سلمى هاني من العطار؟ اوفر قوي. اوفر اه، بس والله قلبي طيب بصراحه. اه ما اقدرش انكر. شفتي؟ خدي بقى حته الكفته دي وادعي لي. لا لا ما بحبهاش. مرسي. ليه؟ دي متصبعه عموله. شغل المعلم لابنه والله. دوقي بس. ايه شغل المعلم لابنه ده؟ كلي وانا اقول لك. بص انا ما بحبهاش، بس هاكلها بس عشان اتفقنا، وعشان كمان عايزه اجرب حاجات كتير. عجبتك؟ اه لبلب. كمليها. المهم صح، جبت لي اللي قلت لك عليه ولا خلي حد تاني يجيبه لي؟ سلمى هانم العطار تطلب مني حاجه ما اجيبهاش؟ الله الله. ايه؟ انا جايب لك ورد. ده بيشتغل ازاي ده؟ انا اقول لك، اي حد يقرب منك او يفكر يقرب منك تديلي البتاع ده وتدوسي على الزرار ده. طب هو بيموت؟ لا بيموت ايه، بس ده هيرقده شويه كده تكون انت هبقتي. طب ولو هبقت كده؟ المهم انا عايزك في حاجه سريعه كده، بس دي ناجلها بقى عشان عايزك في حاجه اهم. قصدي احضرك على العربيات اللي اتاخدت. اه دي الحاجه السريعه. الحاجة الأهم بقى، أنت مزعل رودي منك ليه؟ ربنا ما يجيب زعل يا سيف بيه. أه ربنا جاب بقى، نعترض بقى ولا إيه؟ أوعى تفتكر إن نايم على ودني يا سيف بيه. أنا أنقذتك من اللي أنت فيه ده عشان مش عايز دوشة. يوسف، رودي دي بنتي الوحيدة، اللي يزعلها يبقى بيزعلني أنا شخصيا. ما تقلقش يا سيف بيه، رودي مش تزعل تاني، أوعدك. شاطر. ولدي الحبيب أمير، أنا عارف إنك ممكن تكون شايل مني، طول عمرك شايل مني، معرفش ليه ومعرفش منين جبت الإحساس ده، ليه كان بيكبر فيك يوم بعد يوم، مع اني والله يا ولدي كان بيبقى قلبي بيعصرني عليك، لكن ما كنتش اقدر اميزك عن باقي ولاد الدار. كنت بخاف احضنك قدامهم عشان ما يحسوش انهم ناقصهم حضن اب. انا كنت ابوكم كلكم. الحمد لله اني سيبكم مع بعض، تاخدوا بيت بعض وتحافظوا على مكانكم. أنا عارف
انك هتكون جد وصيتي ليك، وعارف انك هتنفذها. كنت بدعي ربنا كل يوم في الصلاة انك يوم ما تقرا الورقة دي تنفذ اللي فيها. الصندوق دي فيه مفتاح من ضمن مفتاحين لباب الأمانة.